الضرر بالموسيقى. حنا خصنا نغيرو السلوك ديالنا ونشوفو هاد الجانب. ولكن
يوم 18 فبراير
فيها دابا حاليا كما كتشوفوا، وهذا واحد النموذج تنموي يجب انجاح هذا النموذج التنموي واشراك جميع الفعاليات المجتمع المدني ونقابات المهني كما قلنا. وكنتمنى يعني كل سنه تتمنى يعني تتبنى جمعيه او نقابه مهنيه او جمعيه مهنيه كمجتمع مدني تعمي تساهم في هذه السلامه الطرقيه او التربيه الطرقيه باختصار المفيد. لا يمكن انجاح السلامه الطرقيه بدون معرفه قانون السير، لان ما جاءت به مدونه السير هي عباره عن بطاقه مهنيه لتكوين السائقين العاديين او المهنيين، وما جاءت به من رخصه السياقه بالنقط ويعني وخاص من يعني السياقه رخصه السياقه بالنقط. هذا هو جل المعطيات ديال السلامه الطرقيه، وهذا يوم وطني ديال السلامه الطرقيه وحنايا كنشتغلوا الحمد لله، والحمد لله الله يوفقنا، وشكرا للاذاعه ديال شو تيفي. متوسط سرعتها لتمييز بنيه ابزاز المركبات والقراءه الانيه لتحقيق المركبات وتطور التربيه الطرقيه احد اهم المداخل المتاحه في مواجهه معضلات حوالي السير وانعكاساتها الاجتماعيه بسم الله الرحمن الرحيم. عبد ربي محمد فخر الدين الكاتب العام للاتحاد العام المغربي للشغل. اليوم حضورنا في هذا اليوم او هذا اللقاء التواصلي من اجل السلامه الطرقيه، ونحيي هاد الاخوان اللي هما طبيعه الحال نظموا هذا اللقاء. ومن جهه اخرى هناك طبيعه الحال امور يجب معالجتها، خصنا نعالجوا، يجب علينا معالجه هذا الموضوع هذا من جميع جوانبه وليس من جانب الزجر فقط والقوانين الزجريه ضد السائقين. حقيقه احنا لا نبرر خروقات والمخالفات، ولكن هناك سائقين اللي هما ما كيتقاضوش حتى الحد الادنى للاجر، والضغوطات عليهم والاتوتر اللي خصو يؤديها مثلا بحال الطاكسيات الصغار. لهذا هادوك الناس خاصهم طبيعه الحال يعني يكون عندهم واحد القانون باش هاد الناس هادو ما يكونش ضغط عليهم، لان ملي كيكون الضغط عليه بحال اللي كتقولوا جري، اذا داك الجري غادي يسبب لنا كوارث في الطرق. ولهذا نتمنوا طبيعه الحال الخدمه للمصلحه العامه، نحن لسنا ضد احد، نحن مع الجميع، نحن من خدمه المصلحه العامه، ونحن مع السلامه الطرقيه. والسلام عليكم ورحمه الله تبارك الله عليكم. السلام عليكم. عمر شناوي الكاتب المحلي الكونفدراليه العامه سائقي سيارات الاجره مدينه العرائش، وكذلك عضو مكتب وطني الكونفدراليه. اليوم كنحضروا مع الاخوان ديالنا الزملاء المهنيين في اطار الاحتفاليه باليوم الوطني للسلامه الطرقيه اللي كتنظموا جمعيه الاعمال الاجتماعيه لسائقي سيارات الاجره. الاحتفاليه في اطار هذا اليوم طبعا كتجي في السياق العام ديال الاحتفال يعني جميع المدن المغربيه، لكن ما نسجله صراحه ونأسف له هو عدم حضور مجموعه من النقابات، مجموعه من الجمعيات المهنيه اللي كنا صراحه وجهنا لهم الدعوه بشكل مباشر، ولكن مع الاسف ما لبوش الدعوه، مع ان هذا الامر كيهمهم بشكل مباشر بحكم اننا يعني تنشغلوا داخل قطاع سياره الاجره، وكنعاني وكنتعرضوا لحوادث سير بشكل مستمر وبشكل يومي، وكنعانوا واحد مجموعه ديال الضغوطات في الشارع العام، وبالتالي يعني كان من الاجدر انهم يحضروا. فكيف قلت كنوجه تحيه خالصه لجميع الاخوان المنظمين، وكنتمنى ان هذه الاحتفاليه هذه تكون يعني استمراريه. العام اللي فات يعني كنا حنا اللي منظمين، هذا العام الاخوان نظموا، وكنتمناو العام المقبل انه شي واحد في الاخوان يعني في شي مؤسسه نقابيه او جمعويه ياخذوا المشعل ديال هذه الاحتفاليه، وتكون عندها كذلك نشوفوا احتفاليه بشكل مغاير بشكل اخر. وشكرا كذلك للمنبر الاعلامي شوف تي في على المواكبه المستمره لجميع الانشطه اللي كيقوموا بها الاخوان الزملاء المهنيين في قطاع سيارات الاجره والتعاطي ديالهم مع واحد المجموعه من القضايا. فكنوجه الشكر الجزيل لهذا المنبر الاعلامي وشكرا للجميع. السلام عليكم.
السلام عليكم. مصطفى مرباح، كاتب العام جمعية السائق المهني والأعمال الاجتماعية والتنمية والبيئة. اليوم كاين السلامة الطرقية، السلامة الطرقية بالنسبة ليوم 18/2022، وكنشكروا الإخوان على الحضور ديالهم بالنسبة للمجتمع المدني على الحضور ديالهم. واليوم كاين توعية بالنسبة للسلامة الطرقية، يعني هذه المصلحة العامة، يعني الحمد لله تسافدنا. وكنشكروا دراسة الأكاديمي بوغاز اللي هي مدعمانا الجمعية السائق المهني والأعمال الاجتماعية والتنمية والبيئة. الحمد لله تسافدنا بعض معلومات السلامة الطرقية، وكنتمنى لبعض الإخوان المرة الجاية إن شاء الله يكون أحسن من هذا النشاط هذا. والحمد لله تسافدنا. وهذا ما كان الأخ محمد شوبتيبي، كنشكره على المبادرة الطيبة، كنشكر الأخ محمد، والسلام عليكم.